قرية اسمها الأرامل، قرية الأرامل يعني، هي اسمها يعني منطقة وادي الصعايدة بأسوان. كان في هدف نبيل إنه نشوف الست الأرملة أو المطلقة وتعول، أو اللي زوجها عاجز عن العمل، يعني ممكن ما تكونش أرملة أو مطلقة متزوجة وزوجها موجود لسه ولكنه عاجز عن العمل. وخدوا لهم بعض المناطق كده في منطقة وادي الصعيد، علشان وادي الصعيدة خدوا أراضي ومنازل علشان يعيشوا وكمان يشتغلوا ويبقى عندهم دخل يعني. مشروع نبيل، لكن بتيجي تحطم هذه المشروعات النبيلة. بتحطمها ازاي بقى؟ انه مستشفى تبقى بلا اطباء، طرق ميته تماما، مفيش اي خدمات، وكمان المدارس حتى عشان اولادهم يعني بلا مدرسين، يعني حياه بلا حياه، يعني بتعمل منطقه بلا ادميه. وبالتالي هنا يعني كانك بتلقي بالناس في الجحيم. عندك هدف نبيل، كمله بقى. يعني الفكرة هايلة ان انا اشوف الارامل والمطلقات والمتزوجات من عاجزين لا يستطيعون العمل، ونشوف لهم هذا المشروع والبيت كمان موجود. حلو جدا، كويس، افكار نبيلة وصحية، لكن بنغتلها ونحطمها بسبب ان احنا ما بنكملهاش، وللأسف الشديد كمان لا نهتم بأصحابها. وهتلاقوا في فساد مستتر، وهتلاقوا في يعني دائما فتش عن الإهمال والفساد في هذه القضايا. أثقلنا بتجاهل المسؤولين وكثرة الأعباء فاستغثنا بحرقة. بالله عليكم بترجاكم توقفوا معانا، احنا حريم مش رجال، حنروح نطلع ونعمل ونسوي لعيالنا نجوزهم. وصفت بقرية الأرامل والمطلقات، ولقبها كثيرون بقرية النساء. بنموت من العطش هنا والله، ما نقدرش نشرب، ما جاتنا العربيات مرة ما تجيناش الثانية، تجينا بفلوس المية بنشتريها يا مدرسة، ما فيش للعيال أهل يشوف المبنى. المدرسة محسوبة على وزارة التربية والتعليم لكن ملهاش مبنى، لما الواحد يعيا ما يلقالوش يعني دكتور. مستشفى ما فيش، مواصلات ما فيش، مي حلو ما فيش، عقارب بتلسعنا وحياية بتلسعنا، ما فيش دكتور، ما فيش أي حاجة فيها القرية، ما فيش أي وسائل ترفيه للأطفال الموجودة دي. نسبة الجهل عندنا عالية جدا جدا، وده بسبب طبعا لا في دورات محو أمية بتكون مقامة هنا. هو منحت أراضيها ومنازلها بأسوان عام 2000 لأرامل ومطلقات وزوجات لعاجزين عن العمل، كي يزرعن ويعشن عيشة كريمة. لكن عدة مشكلات واجهتهن. أول ما جينا عملوا لنا البحر طحينة، قالوا ده احنا حنريحكم واحنا نديكم اراضي، وديناكم منزل، وديناكم مش عارفه ايه. جينا هنا الارض لقيناها طالعه ونازله، نخط فيها الميه من هنا تتجحرت من هنا، عازت منينا تسليخ، خطينا الورانا والقدامنا فيها الارض. لو رحت دلك وتطلب معي معاينة تشوفها ما تصلحش الازراعه خالص، هي شبوس. وعازين دلك منينا قسوط مش عارفه كم الف، 40 ألف اقساط يدفعوها لنا، من وين حتتدفع؟ ما فيش الارض، ما جايبش انتاج، من وين نجيب الفلوس؟ رجعنا تاني قالوا القسط الاول ب 12 ألف هو المنزل، رجعوا تاني قالوا لنا لا ده ب 36 ألف. طيب 36 ألف احنا ما قادرينش نسد، وبعدين طالبونا بفلوس احنا ما قادرينش طب نسد. وهنا بنقول لا حياه مع الياس ولا ياس مع الحياه، عشان نعيش عشان نقعد، ما عندناش اراضي تحت، ما عندناش حاجه تحت. مياه للشرب والري، ووحدة صحية متأهبة، وطرق تصلح للسير والركوب، أولويات العيش التي ينتظرها هؤلاء منذ أمد بعيد. لما تشوف الست اللي بتجري على أسرتها وعلى عيالها وتعمل مشروعا بهذا الشكل اللي احنا شفناه ده،
يعني سواء أرملة أو مطلقة أو زوجها عاجز، يعني مجتمع، هو أنشأت مجتمعا بيطلق عليه قرية الأرامل والمطلقات يعني. طب كمل الهدف النبيل يا جماعة، شايفين الستات بيتكلموا على إنه مفيش حياة وجابونا هنا رمونا في الجحيم. ده في أسوان في وادي الصعايدة. ويبقى عندك فكرة نبيلة وهدف جميل وتبتدي تشتغل عليه، لكن تبوظه وتفسده وتغتاله. يعني كل ست فيهم يعني بتعول أسرة بتنشئ أجيالا، ويعني سيدات بالحقيقة بآلاف الرجال يعني، ومع ذلك نسيبهم كده ونلقي بهم في التهلكة بهذا الشكل. يعني قرية الأرامل والمطلقات تحتاج إلى عناية واهتمام، وإن احنا نكمل هذا المشروع النبيل والهادف اللي أفسدناه واغتلناه.